بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنبدأ النهاردة كلامنا في Chapter 5. Chapter 5 بيتكلم عن الـ Arithmetic and Logic Instructions. من اسمها كده الـ Arithmetic and Logic Instructions هي العمليات الـ Arithmetic اللي هي الـ Add والـ Sub والـ Multiplication والـ Division، والـ Logic Instructions اللي احنا عارفينها اللي هي الـ AND والـ OR والـ NOT. دول الثلاثة الأساسيين، وفي بقى غيرهم الاكس اور، وممكن كمان هنتكلم قدام شويه في الشابتر ده عن الكومبير والتيست والشيفت، مثلا شيفت ليفت وشيفت رايت وهكذا. طيب خلونا نبدا الاول، يعني ايه arithmetic and logic instructions؟ مين الكومبوننت اللي موجوده جوه المايكرو بروسيسور بتقوم بالعمليه دي؟ من اسمها هي ال ALU، arithmetic and logic unit. طبيعي ان الارثماتيك اند لوجيك يونت هي اللي تقوم بالارثماتيك اند لوجيك انستراكشنز. تعالوا نشوف كده شكل المايكرو بروسيسور. فلو شكل المايكرو بروسيسور بتاعنا كده، بيبقى جواه السي يو كنترول يونت. كنترول يونت دي بيبقى جواها انستراكشن ديكودر، ويبقى فيه ريجستر فايلز اللي هي الريجسترز اللي احنا بنتعامل معاها، ويبقى فيه معانا اهم حاجه هنا وهي اللي تهمنا دلوقتي وهي الـ ALU. طبعا احنا عارفين ان المايكرو بروسيسور نفسه بيعمل عملية ديكود او فيتش الاول، فيتش وديكود واكسكيوت. الـ ALU هي المسؤولة عن عملية الاكسكيوت. الـ ALU، والنهاردة احنا جايين نتكلم عن الأوامر اللي الـ ALU بتعملها. الـ ALU بيبقى داخل لها operand 1 و operand 2. دول مثلا لو احنا بنتكلم عن عملية جمع مثلا، فاحنا بنبقى مثلا كاتبين زي ما هنشوف كمان شوية add ax و bx مثلا. العملية دي بتتنفذ ازاي؟ هو بياخد الـ ax يجمعها على الـ bx ويخزن الناتج بتاعه في الديستنيشن بتاعنا اللي هي الـ AX. فإذا التو أوبراند دول اللي هما أوبراند 1 وأوبراند 2 بيبقى داخل لهم الرقمين دول الـ AX والـ BX، والريزلت بتاعتنا دي كده الريزلت بتتخزن في الديستنيشن اللي هو الـ AX. وأهم حاجة عندنا في الموضوع ده ازاي هيفهم العمليه. طبعا الكنترول يونت زي ما قلنا بيبقى جواها انستراكشن ديكودر. الانستراكشن ديكودر ده هو اللي بيعمل عمليه الديكود، هو اللي بيفهم العمليه دي. يعني ايه؟ يعني بيفهم العمليه دي جمع ولا ضرب ولا طرح ولا قسمه. فهو دلوقتي فرضا العمليه بتاعتنا عمليه جمع، فهو هيطلع سيجنال. السيجنال دي هتبقى بتقول للـ ALU يا ALU اعمل عمليه جمع دلوقتي. الاوبراند اللي داخله لك عايزاها تتجمع دلوقتي. فالسيجنال اللي هتطلع من الكنترول يونت للاي ال يو هي اللي هتفهمه العمليه دي عمليه ايه. ده كده باختصار شديد اللي بيحصل جوه المايكرو بروسيسور بتاعنا. اللي يهمنا بقى في الموضوع ده هو السوفت وير اللي هيتكتب، الاسمبلي اللي احنا بنكتبه، اللي هو الامر ده كده اد اي اكس و بي اكس. تعالوا كده نشوف المرجع موجود فيه ايه. ده كده اول جزء زي ما احنا شايفين. اول عملية عندنا هي الاديشن، اد ال و بي ال. طبعا هو جمع ال ال زائد ال بي ال وخزن الناتج في الديستنيشن بتاعنا اللي هي ال ال، وهكذا. اي ادريسنج مود احنا اتعاملنا معاه قبل كده ممكن نكتبه، يعني ممكن نكتب الاسمبلي انستراكشن بالادريسنج مود ده. فهتلاقي هنا بقى بيتكتب اميديت، ده اد اميديت ان هو بيحط كونستانت تمام ويجمعه على الريجستر، وغيرهم بقى من الادريسنج مودز اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده في تشابتر 3 متهيألي. بعد كده ده طبعا الاميديت اديشن ان هو جمع كونستانت زي ما احنا لسه شايفين من شويه. بعد كده ده المثال اللي قدامنا ده ان هو جمع اري، هو هنا حط الـ AL صفره الأول
يعني صفر الريجستر اللي اسمه AL على اساس يعني ان احنا هنحط في ال AL ده الناتج بتاع الجمع، وعايز يجمع 3 element من array، element الثالث والخامس والسابع. فهيعمل ايه؟ هيجي جاي array of SI، وهو دلوقتي حاطط فيه ال SI 3، فهو هيقول array of SI يعني ال element الثالث في ال array، هيجمعه على ال AL ويخزن الناتج في ال AL. يبقى ال AL ده كده اصبح فيه ايه؟ اصبح فيه الكونتنت بتاع الاليمنت التالت في الاراي، القيمه بتاعته. بعد كده يجمع عليه قيمه الاليمنت الخامس، بعد كده يجمع عليه قيمه الاليمنت السابع. اصبح الاي اللي دلوقتي فيه ايه؟ في اراي اوف 3 واراي اوف 5 واراي اوف 7 وهكذا. طيب بعد كده قال الانكريمنت، الانكريمنت اديشن. الامر انكريمنت طبعا زي ما احنا عارفين واتكلمنا عنه قبل كده، بيعمل انكريمنت للمحتوى بتاع الريجستر. فهنا انا عملت increment bl، هياخد المحتوى بتاع ال bl ده ويجمع عليه واحد. وهنا يظهر ملحوظة مهمة، الامر increment ده هل بيغير في الفلاجز؟ لا، الامر increment مش بيغير في الفلاجز، الامر increment ده مجرد ان هو بيجمع واحد بس. لو اتكلمنا مثلا عن increment byte pointer bx، طبعا احنا عارفين ان byte pointer دي بتعمل ايه؟ هو هنا كاتب بي اكس بين سكوير براكتس، فبي اكس هنا معناها ان هو ادرس، فهو هيروح للادرس ده اللي هو ادرس موجود في الميموري، ومن اول الادرس ده هياخد بايت، عشان كده هو حدد السايز بالبوينتر ده بايت بوينتر. فحدد السايز من اول الادرس ده، هناخد البايت اللي في اول من اول الادرس ده هناخد بايت واحد وهنجمع عليه واحد، هنعمل له انكريمنت. طيب زي ما قلنا الانكريمنت مش بيغير فين؟ مش بيغير في الفلاجز. امال لو انا مثلا بعمل عمليه وبعد العمليه دي انا عايز ابص على الفلاجز، اشوف الناتج، اشوف حصل اوفر فلو ولا لا، حصل الزيرو مثلا، لو انا عملت مثلا طبعا الزيرو مش هتحصل لو هي انكريمنت يعني، بس انا بتكلم اوفر فلو، الكاري، حصل كاري ولا لا، وهكذا. انا عايز اشوف الفلاجز حصل فيها ايه، اتغيرت ولا ما اتغيرتش، ايه اللي اتغير فيها. الكلام ده كله هنعرفه ازاي؟ الكلام ده كله هنعرفه لما نعمل اديشن، نعمل عمليه اد هي اللي هتغير في الفلاجز، انما انكريمنت مش هتغير في الفلاجز. نعمل اد او اميديت، بقى اد اميديت اديشن، وهنحط هنجمع كونستانت واحد على الريجستر بتاعنا. ده كده كان الامر increment. بعد كده الحاجة اللي تعتبر جديدة بقى، أول حاجة جديدة نقابلها دلوقتي، هي الـ addition with carry. الـ addition with carry ده عبارة عن إيه؟ الـ addition with carry عبارة عن إن هو هيجمع الـ AL register مع الـ AH register ويجمع عليهم الـ carry، احتساباً إن في carry هيبقى موجود للعملية دي، للخارج بتاع الاتنين دول، تمام؟ ويخزن الناتج في الـ AL. طب أنا إمتى برضو هستخدم الكلام ده؟ يعني الكلام ده مهم بالنسبة لي في إيه؟ تعالوا نشوف بقى على البورد بتاعتنا. الـ ADC Add with Carry، العملية دي هنستخدمها امتى؟ احنا قلنا من شوية ان الـ ALU بيبقى داخلها 2 operands، operand 1 و operand 2. لو احنا قلنا ان الـ architecture بتاعنا 16 بت اركتكتشر، الاركتكتشر بتاع المايكرو بروسيسور 16 بت اركتكتشر، زي مين؟ زي ال 8086 وال 8088 وال 8286، دول 16 بت مايكرو بروسيسورز اركتكتشر يعني. فمعنى كلمه ان المايكرو بروسيسور بتاعنا 16 بت معناها ايه؟ معناها ان كل الريجسترز اللي موجوده جوه المايكرو بروسيسور عرضها 16 بت. بمعنى اخر ان التو اوبراند اللي داخلين للاي ال يو دول كل واحد فيهم هيبقى 16 بت. طيب فرضا بقى ان انا الرقمين اللي انا عايز اجمعهم 32 بت، اكتر من الاركتكتشر بتاع المايكرو بروسيسور، انا عايز اجمع رقمين 32 بت، هنعمل ايه؟ هي دي بقى أهمية الـ ADC.
رقمين مثلا ل 32 بيت وليكن. الرقم ده كده 32 بيت، والرقم التاني علشان يحصل كاري فهنخليه كده نحطه بواحد، واحنا عايزين نجمع الرقمين دول على بعض. ايه اللي المفروض اعمله علشان اتجنب ان الكاري ما يتحسبش معانا؟ مبدئيا احنا عارفين ان الاركتكتشر 16 بت، فمش هينفع اجمع رقمين 32 كده مرة واحدة، لازم نقسمهم. هنقسمهم ازاي؟ هنخلي كل رقم فيهم نصه متخزن في ريجستر، يعني هناخد نص الرقم الاولاني ده نخزنه في الاي اكس، والنص ده نخزنه في البي اكس، والنص ده نخزنه في السي اكس، والنص ده نخزنه في الدي اكس. والمفروض ان انا هجمع اي اكس وسي اكس وبي اكس ودي اكس، والناتج اللي هيطلع لنا من الجمع بتاع كل واحد من دول هيبقى هو الناتج النهائي. تعالوا كده بقى نمشي على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ونشوف هيطلع صح ولا هيطلع غلط. تعالوا نجمع الاي اكس والسي اكس. لما نيجي نجمع الاي اكس والسي اكس هنلاحظ ان هو اف 1 0 معانا الواحد، 0 معانا الواحد، 0 معانا الواحد، 0، والكاري هيبقى بواحد. هنقول ده الكاري كده، الكاري بواحد. وهنجمع الرقمين التانيين اللي هم دي اكس ودي اكس، اللي هو هيبقوا بقى بكام؟ بصفار. يبقى الناتج ده ظهر لي امتى؟ ظهر لي لما كتبت كده، كتبت اد اي اكس و سي اكس واد بي اكس و دي اكس. وطبعا الناتج طلع في الاي اكس والنص الثاني في البي اكس. طيب الناتج اللي طلع لي ده ناتج سليم؟ لا طبعا مش ناتج سليم. امال الناتج السليم اللي كان المفروض يطلع ايه؟ كان المفروض يطلع لنا 0 0 0 1 0 0 0 0. طب الواحد ده ما طلعش ليه؟ ما طلعش لان انا نسيت الواحد اللي موجود في الكاري. هو انا مش نسيت، هو المايكرو بروسيسور حرفيا حمار، هو مش هينفذ غير اللي مطلوب منه. انت قلت له اد بي اكس ودي اكس، طب البي اكس فيه صفار والدي اكس فيه صفار، هيطلع لك الناتج بصفار بكل سهوله. طيب ازاي بقى احل المشكله دي؟ بنحل المشكله دي ان احنا نستخدم الاد وسكاري. فهنبقى الامرين اللي احنا بنكتبهم هيبقوا اد اي اكس و سي اكس، والامر الثاني هيبقى اد ويز كاري اي دي سي بي اكس و دي اكس. فلما يجي يجمع الامرين التانيين اللي هما البي اكس والدي اكس هيجمع معاهم الكاري اللي هو بواحد، اللي هو كاري بتاع العمليه الاولانيه اللي هما اي اكس وسي اكس، وبالتالي هو كده ما نساش الكاري. تعالوا نشوف اللي هيحصل. عندنا الرقم الاول 4 افات صفار وواحد صفار، نجمع الرقمين على بعض زي ما احنا متوقعين صفار، والكاري بتاعنا بواحد. ولما يجي في الامر التاني هيبقى شايل الكاري اللي بواحد فوقيه، هيبقى واحد وصفار. ده طبعا كان ال AX وال BX وال CX وال DX. فلما جمع ال AX مع ال CX ادى الناتج بصفار وحط واحد في الكاري. جه يجمع البي اكس مع الدي اكس وانا قلت له اد ويز كاري، فهيجمع معاهم الكاري اللي هو بواحد، فهيؤدي الى ان الناتج هيبقى بواحد. طبعا ده كده هيبقى متخزن في الاي اكس، وده كده هيبقى متخزن في البي اكس. يبقى انا عارف ان الريزلت بتاع العمليه بتاعتنا نصه متخزن في الاي اكس ونصه التاني متخزن في البي اكس، وكده اصبح الناتج ناتج سليم، لان انا خدت في اعتباري ان ممكن يطلع لي كاري من العمليه بتاعتها. ده كده اهميه الامر اللي اسمه اي دي سي او اد ويذ كاري. زي الامر ده بالظبط زي عمليه الاديشن، احنا قلنا ان فيه اد زيها بالظبط فيه صب، ان احنا بنطرح رقمين من بعض ونخزن الناتج في الديستنيشن. وزي الصب فيه صب ويذ بورو. سب وذ بورو
اختصارها اس بي بي، دي كده اختصار لصاب with borrow. البورو طبعا زيه زي الكاري، ان انا استلفت واحد. زي ايه؟ زي ان انا مثلا ابقى بطرح رقمين وفي رقم فيهم اقل من التاني، طبعا الرقم اللي انا بطرح منه هو اللي يبقى قليل، فانا كده هبقى محتاج استلف. تعالوا ندي مثال، لو انا مثلا عندي الرقم الاولاني هو الرقم الصغير، الرقم الاولاني هو اي اف اف اف، ده النص الاولاني فيه، والنص التاني 1000 مثلا، والرقم التاني الرقم الاول كده والرقم التاني صفار. مبدئيا هو هياخد ده يخزنه في ريجستر، وياخد ده يخزنه في ريجستر اي اكس وبي اكس وسي اكس ودي اكس، وهيجي يطرح الاتنين دول من بعض. هيقول صب ده كده مثلا متخزن في الاي اكس بي اكس سي اكس والدي اكس، هيجي يقول صب اي اكس و سي اكس. تعالوا كده نطرح الرقمين دول من بعض، هنلاقي ان الرقم اللي فوق هو الرقم الصغير، الاي اكس هو الرقم الصغير، فهنحتاج نستلف. لما نيجي نقول الاي ناقص الاف هنلاقي ان الاي هي الصغيرة، فانا دلوقتي محتاج استلف من الرقم اللي جنب الاي اللي هو الاف، فالاف دي هتبقى اي، وهندي للاي واحد، الواحد في الهيكسا ديسمال ب16، يبقى الاي دي كانت يعني الاي ب14 هنجمع عليها 16، يبقى 14 و16 والاف دي ب15، يبقى هي كانت 14 ناقص 15، قلنا ما ينفعش هنستلف واحد من الرقم اللي جنبه، يبقى 14 و16 نطرح منها ال 15. 14 زائد 16 ناقص 15 هيدينا كام؟ هيدينا 15. ال 15 دي اللي هي مين؟ ال 15 دي اللي هي الاف، وهكذا اي ناقص اف باف ونستلف من اللي جنبيها، اي ناقص اف باف واحنا مستلفين من اللي جنبيها، اي ناقص اف باف، وهيتفضل لنا هنا ايه؟ هيتفضل لنا هنا في البورو واحد، يبقى انا كده مستلف واحد. البورو ده اللي هو الكاري يعني، تمام. فانا دلوقتي لو جيت طرحت الرقمين دول من بعض على طول كده، لو انا جيت قلت له طيب ماشي في الامر الثاني صاب بي اكس ودي اكس، هل كده صح؟ لا. ليه؟ لان انا كده هنسى البورو اللي انا مستلفه. امال ايه الصح؟ الصح ان انا اعملها اس بي بي صاب وذ بورو. فهيجي هو يعمل ايه بقى؟ هيجي هو يطرح الرقمين دول من بعض، هيبقى 1000 واحد 3 اصفار، ويطرح منهم كمان البورو اللي هو بواحد، هيبقى الناتج دول كده بصفار. يبقى لو احنا كنا سيبنا الرقم في الاول خالص من غير يعني، لو احنا كنا كتبنا الامر التاني ده صب عادية، الناتج بتاعنا كان هيبقى الناتج ده كده، ولكن احنا عملنا في الامر التاني صب وذ بورو عشان ما ننساش البورو، فاصبح الناتج ده هو الناتج بتاعنا. طبعا الناتج ده غلط والناتج ده هو اللي صح. ليه؟ لان احنا عملنا صب وذ بورو. تعالوا نبص على الكلام ده في الكتاب بتاعنا، ده كده الامر ADC زي ما احنا اتكلمنا عنه. هو هنا جه قسم الرقمين نصين، كل واحد فيهم حطه في حط 16 بت في ريجستر AX BX CX DX، طرح الاثنين دول من بعض وطبعا الناتج في الAX، طرح الاثنين دول من بعض وطبعا الناتج في الBX، ولكن هو هيطرح هيجمع، قصدي هو هنا دلوقتي الADC يبقى ده Add with Carry، هو هيجمع، ولكن لما يجي يجمع في تاني مرحلة هيجمع الكاري معاه. ليه؟ علشان لو أول مرحلة دي كان فيها كاري الناتج هيبوظ لو جيت جمعت تاني مرحلة دي من غير الكاري. فهيجي هو هنا يحط الأمرين بتوعه add AX و CX و add with carry BX و DX، والناتج بتاعنا طبعا زي ما احنا عارفين نصه في الAX ونصه في البX اللي هما two destinations بتوعنا هنا في الأمرين دول. نفس القصة بالنسبة لي
الصاء نفس الكلام برضو بالنسبة للديكريمنت. لو احنا عايزين نعمل طرح كده وخلاص زي ما كنا بنعمل انكريمنت بنعمل ديكريمنت، بنطرح واحد. ونفس الكلام في الصاب وذ فور، ده كده امر الاديشن وامر السبتراكشن. بعد كده عندنا المالتيبليكيشن والديفيجن. تعالوا ننقل على البورد. نتكلم دلوقتي عن المالتيبليكيشن، الامر ام يو ال. المالتيبليكيشن معناها ايه؟ المالتيبليكيشن معناها ان انا هضرب رقمين في بعض. وهنا هيجي السؤال المهم، احنا خدنا السنه اللي فاتت في الكمبيوتر اورجانيزيشن ان لما بنيجي نضرب رقمين في بعض، لو الرقمين مثلا 2 بيتس المفروض الناتج يبقى متخزن في ايه؟ المفروض الناتج اللي هيطلع لي اقصى قيمه ليه ان هو يبقى بيتخزن في ضعف عدد البيتس اللي هم 4 بيتس. طب انا مش فاكر اللي كان اللي احنا كنا واخدينه السنه اللي فاتت في الكمبيوتر اورجانيزيشن، مش السنه اللي فاتت، الترم الاول. طيب انا مش فاكر الكلام ده، تعال ناخد مثال. لو احنا بنتكلم على 2 بيتس اهو، اقصى احتمال لل 2 بيتس دول، خلينا بقى نتكلم باينري، اقصى احتمال ليهم ان هم يبقوا كام؟ ان هم يبقوا 1 1 اللي هو 3. هنيجي نضرب ال 2 بيتس دول في 2 بيتس تانيين اللي هو 3. 3 في 3 بكام؟ 3 في 3 ب 9. تعالوا نشوف ال 9 دي بتتمثل ازاي بالباينري. 9 دي 1 0 0 1. الله، ده الناتج بتاعنا اصبح بيتمثل في 4 بيتس. ايوه، هو دي القصه اللي عندنا في المالتيبليكيشن، ان انا لو بضرب رقمين 2 بيتس في بعض يبقى الناتج بيتخزن في ضعف عدد البيتس. ليه؟ علشان دبل السايز ده. ليه؟ علشان يضمن عدم حدوث كاري او اوفر فلو. هنا نستنتج معلومه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي؟ هو دلوقتي خزن الناتج في 4 بت عشان يضمن عدم حدوث كاري او اوفر فلو. اذا بعد عملية الضرب، ممكن نقول مثلا هنا كده هنت، بعد اي عملية ضرب الكاري فلاج هيبقى بزيرو والاوفر فلو فلاج هيبقى بزيرو، مش هيبقى فيه لا كاري ولا اوفر فلو بعد عمليه الضرب. طيب الانستراكشن بقى بتاعه الضرب نفسها بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده مال سي ال. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بضرب السي ال في ايه؟ هو الريجستر الديفولت بتاعنا دايما الاي اكس. فاذا انا هضرب السي ال ده في الاي ال اللي هو الجزء اللو في الريجستر بتاع الاي اكس، وطبعا هخزن الناتج في مين بقى؟ في ضعف عدد البيتس برضو الريجستر الديفولت بتاعنا اللي هو الاي اكس. يبقى معنى السطر ده كده مال سي ال ان انا بضرب السي ال في ال AL واخزن الناتج في مين؟ في ال AX. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. لو قلت لك MUL ال DX، الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان انا هضرب ال DX في اللي بيناظرها في الاكيوميليتور ايه؟ الاي اكس، وهنخزن الناتج في ضعف عدد البيتس اللي هم مين؟ اللي هو الريجستر بتاعنا الاي اي اكس. وهنا بقى تيجي ملاحظه مهمه جدا جدا جدا.
وهي الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شوية. لو الاركتكتشر بتاعنا الاركتكتشر بتاع المايكرو بروسيسور اخره 16 بت، يعني ايه؟ يعني اقصى عدد من البيتس كل ريجستر العرض بتاعه 16 بت. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل ريجستر 2 بايت، ده معناه ان مفيش حاجة اسمها اي اي اكس، هو اخره اي اكس بس. الاي اي اكس دول 32. يبقى اذن الكلام ده هيحصل امتى؟ الكلام ده هيحصل في حالة واحدة بس، وهي ال 32 بت اركتكتشر او ازيد من كده طبعا، 32 او 64. ففي ال 32 بت اركتكتشر لما نيجي نضرب الدي اكس في الاي اكس ونيجي نخزن الناتج، هنلاقي ريجستر 32 بت نقدر نخزن فيه اللي هو الاي اي اكس. انما انا لو كان عندي الاركتكتشر بتاعي 16 بت، يعني الاركتكتشر بتاعي ما فيهوش اي اي اكس، الاركتكتشر بتاعنا 16 بت، الاركتكتشر ما فيهوش الريجستر ده اللي هو اي اي اكس، الحل هنا ايه؟ الحل هنا ان انا اجيب ريجسترين كل واحد فيهم 16 بت. قال لك بقى ان الديفولت بتاعنا في الريجسترين دول هما الاي اكس والدي اكس، بمعنى ان الناتج اللي هيطلع لنا هيبقى محتاج 32 بت. لو انا مثلا هضرب الدي اكس في الاي اكس، الناتج اللي بيطلع هنا المفروض ان هو كام؟ المفروض ان هو 32 بت، هيتخزن في ريجستر 32 بت. طب الاركتكتشر بتاعنا اصلا 16 بت اركتكتشر، الحل بقى بتاعها ان هو في 16 بت اركتكتشر بيخزنها في الاي اكس والدي اكس، بيخزن في الاي اكس الجزء اللور وبيخزن في الدي اكس الجزء الابر، اللي هو least significant bits و most significant bits. طيب ده كده بالنسبة للأمر. لو قلنا MUL لل CL أو MUL لل DX، طيب تعالوا نشوف الأمر اللي جاي ده MUL لل ESP. لما فهمش الجزئية اللي فاتت يركز في الحتة دي، ما فهمش جزئية الاركتكتشر يعني في المثال الثاني، يركز في المثال الثالث ده. طيب الـ ESP مفروض ان هو كام بت؟ المفروض ان هو 32 بت. فاذا لو كان الاركتكتشر بتاعنا حاجة من اتنين، اما ان هو هيبقى 64 بت او ان هو هيبقى 32 بت. لو الاركتكتشر بتاعنا 64 فهو هيضرب الـ ESPD في الديفولت بتاعه، الديفولت بتاعه الـ EAX، ويخزن الناتج في الـ RAX. هنا هو خزن الناتج في الـ RAX لان هو عنده RAX، عنده ريجستر 64، انما هنا في الـ 32 هو ما عندوش ريجستر 64، فهيعمل ايه؟ هيجي واخد الـ ESP ضربها في الـ EAX ويخزن الناتج في الاتنين الديفولت بتوعنا دايما اللي هما الـ AX والـ DX، الـ EAX والـ EDX. الـ EAX هيبقى فيه الـ lower والـ EDX هيبقى فيه الـ higher أو الـ upper. جميل جدا. تعالوا ناخد بقى مثال. لو انا عايز اضرب 2 في 4 مثلا، هعمل ايه؟ اول حاجة لازم اخزن الاتنين دي في ريجستر، هقول له والله موف الاي اكس والتلاتة،
الاتنين بقى مش التلاتة، الاتنين. بعد كده هقول له موف ال سي اكس مثلا ولا اربعة. بعد كده هقول له مال السي اكس، بس كده. ده كده معناه ايه؟ ده كده معناه ان انا اخدت السي اكس ضربتها في الاي اكس وحطيت الناتج في الاي اي اكس. ده كده طبعا لو انا بتعامل مع الاركتكتشر بتاعنا 32 بت اركتكتشر. طيب اذا الاي اي اكس هنا اصبح فيها كام؟ الاي اي اكس اصبح فيها كده، الاي اي اكس اصبح فيها 8 بالديسيمال. تعالوا نبص على الكتاب، نفس اللي قلناه multiplication 32 بت architecture او 64 بت architecture بقى، مع كل ايه، مع كل حالة من الحالات دي بقى هتبص على انت على الامثلة دي. بعد كده هندخل في الديفيجن. ده طبعا الاي مال اهوت، هو بيقول لك ان ده كده اللي الساين برودكت. تعالوا نتكلم بقى عن الديفيجن. طيب الديفيجن المفروض ان احنا بنقسم رقمين على بعض، رقم موجود في البسط ورقم موجود في المقام. مبدئيا لازم الرقم اللي احنا بنقسمه، يعني الرقم اللي احنا اللي هو موجود في البسط، لازم الرقم ده يبقى ضعف الرقم اللي موجود في المقام، اللي هو الرقم الكبير يعني لازم يبقى الضعف. طيب يبقى اذا لو احنا بنقسم ديف مثلا، الامر هي مكتوب بالشكل ده ديف سي ال، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا السي ال ده اللي هو المقسوم عليه يعني، واللي هنقسمه على السي ال هو الديفولت بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو الاي ريجستر. طب الاي بقى اي ال ولا اي اكس ولا اي اي اكس ولا ار اي اكس؟ المفروض ان هو ضعف السي ال. ضعف السي ال اللي هو مين؟ اللي هو الاي اكس. طب هنخزن الناتج فين؟ هنخزن الناتج في الـ AX. طيب والـ AX هنا في الـ Division هينقسم معانا قسمين، الـ A Low والـ A High. الـ A Low ده كده هيبقى الناتج، ناتج عملية القسمة. أنا قسمت مثلا 9 على 3، الناتج بـ3. والـ A High ده الباقي. ده أنا جيت مثلا قسمت 15 على الأربعة مثلا، فخمستاشر على الأربعة، خمستاشر على الأربعة، المفروض إن الناتج بتاع عملية القسمة ده كام؟ المفروض الناتج بتلاتة والباقي معانا تلاتة. خمستاشر على الأربعة فيها التلاتة والباقي تلاتة. ده كده ابسط مثال للديفيجن. انا هقول له ديفيجن سي ال، مش محتاجه حاجه، هاخد الاي اكس اسمها على السي ال واحط ناتج في الاي اكس. الاي اكس ده هتقسم معانا جزئين لو هاي، اللو هيبقى فيه الناتج والهاي هيبقى فيه الباقي. اللو هيبقى فيه الريزلت والهاي هيبقى فيه الكوشنت. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف مثال تاني بقى لا يظهر معانا مشاكل الاركتكتشر. مشاكل الاركتكتشر في الديفيجن هتظهر لو احنا مثلا بنقول له ديف اس بي. اس بي ده كام؟ كام بت؟ 16 بت. 16 بت ده
يعني لو الاركتكتشر بتاعنا، لو انا دلوقتي محتاج الضعف بتاعه يبقى كام؟ محتاج الضعف بتاعه يبقى 32 بت. فاذا لو الاركتكتشر بتاعنا 32 بت مش هيبقى فيه مشاكل. ازاي؟ لان احنا هنبقى بنقول الاس بي هنقسم عليه الاي اي اكس، ونخزن الناتج فين؟ في الاي اي اكس. الاي اي اكس ده هيتقسم نصين، اللور بتاعه هيبقى فيه الريزلت، والهاير بتاعه هيبقى فيه الكوشنت اللي هو الباقي. يبقى اذا الريجستر 16 بت لما بنيجي نقسم عليه The time is تظهر مشاكل 9 o'clock a.m. اركتكتشر. انما لو انا بقى كنت شغال 16 بت اركتكتشر، المفروض يظهر مشاكل ولا لا؟ اكيد المفروض يظهر مشاكل، لان انا المفروض انا محتاج ريجستر ضعف ال 16 بت، محتاج ريجستر ضعف الاس بي اللي هو 16 بت، انا محتاج ريجستر 32 بت علشان اقسمه على الاس بي. فانا ما عنديش اصلا في الاركتكتشر 16 بت ريجستر 32 بت، فهعمل ايه؟ الحل البديهي ان انا هجيب التو ريجسترز الديفولت. لو احنا عندنا ريجستر واحد ديفولت كان بيبقى الاي اكس، انما لما يبقى عندنا اتنين بيبقوا مين؟ بيبقوا الاي اكس والدي اكس. فاذا ال 16 بت لما نيجي نقسم على الاس بي هنقسم مين ومين؟ هيبقى الاي اكس والدي اكس عشان يبقوا 32 بت مع بعض. نخزن الناتج فين؟ نخزن الناتج في الاي اكس برضو والدي اكس. طبعا الاي اكس هيبقى فيها الريزلت، والدي اكس هيبقى فيه مين؟ هيبقى فيه الكوشن. نركز في الجزئية دي، لأن هو بيجي مثلا في الأسئلة يقول لك هنقسم كذا على كذا، أو خارج العملية دي الريزلت فين؟ فأنت تقول له الريزلت موجود في الاي اكس. يجي مثلا يديك أمر ويقول لك الكوشنت بتاع الانستراكشن دي هيبقى متخزن في انهو ريجستر، فأنت تقول له الدي اكس، وهكذا. وطبعا احنا هنشوف كمان شوية يعني في البروبلمز الكلام ده. طيب لو جيت قلت لكم ثالث حاجة، لو قلت لكم ديف اي دي اي مثلا داتا اندكس، تمام؟ الاي دي اي ده المفروض ان انا محتاج ريجستر ضعفه، يعني انا محتاج ار اي اكس. فلو الاركتكتشر بتاعنا يستحمل ال RAX، يعني لو الاركتكتشر بتاعنا 64 بت، العملية دي هتبقى كده، هتبقى RAX على ال EDI، ونخزن الناتج في ال RAX وما فيش اي مشاكل. انما لو الاركتكتشر بتاعنا 32 بت بس، الاركتكتشر بتاعنا ما يستحملش، ايه اللي هيحصل؟ هنستخدم two registers اللي هم ايه؟ طبعا هنقسم على ال EDI، هنقسم الـ EAX والـ EDX، نخزن الناتج فين؟ في الـ EDX والـ EAX. طبعا ده كده هيبقى فيه الـ result، ده كده هيبقى فيه الـ quotient. طبعا لو جيت قلت لك اي ديف زيها زي اي مال، يبقى الاي ديف دي بتستخدم مع ايه؟ بتستخدم مع السايند نمبرز. جميل جدا. طيب زي المثال اللي خدناه مع الميموري قبل كده في المالتيبليكيشن، لو جيت قلت لك ديف بايت بي تي ار of البي بي، وقلت لك ان البي بي جواه 1 2 3 4، وان الداتا سيجمنت ريجستر اللي هو اول الداتا سيجمنت 1000. وقف الفيديو وحل المثال ده. طيب هنعتبر ان انت وقفت الفيديو وهنحله سوا.
المفروض ايه اللي يحصل في هذا السؤال؟ المفروض هو يجي ياخد اللي جوه الداتا سيجمنت يضربه في 10 يجمع عليه 1 2 3 4، فيبقى الافكتيف ادرس بتاعنا كام؟ 1 1 2 3 4 الهكساديسيمال. هيروح هو للإفكتيف أدرس اللي هو 1 1 2 3 4 وهياخد الكونتنت اللي جواه إكس مثلا، هياخد الكونتنت إكس ده من أول الأدرس ده كام بايت؟ احنا كاتبين هنا بايت تي تي آر، فهو هياخد من أول الأدرس ده 1 بايت، فهو هياخد الاكس. لو احنا مثلا كنا كاتبين وورد بوينتر كان هياخد اول 2، كان هياخد 1 2 3 4 وواحد 1 2 3 5 الهكساديسيمال وهكذا. طيب جميل جدا. دلوقتي احنا كاتبين بايت بوينتر، فهو هياخد البايت ده اللي هو الاكس، حجمه بايت، يبقى الحاجة اللي هو هيقسمها عليه كام بايت؟ 2 بايت. 2 بايت من الـ A register يبقى كام؟ يبقى الـ A X، ويحط الناتج في الـ A X. وطبعا لو سألنا هنقول له إن الـ A L موجود فيه الـ result وإن الـ A H موجود فيه الـ quotient. يجي يقول لنا الـ quotient موجود في أنهي register؟ بعد الأمر ده يدينا الامر ده ويقول لنا الكوشنت موجود في انهي ريجستر مثلا، فنقول له ان الكوشنت موجود في الاي اتش بس. طيب جميل جدا. في بس نقطه مهمه انا ما قلتهاش سهوا او قلتها بالعكس، يعني المفروض ان الناتج، احنا قلنا الـ AX ده هيتقسم نصين، الـ AL هيبقى هو الناتج والـ AH هيبقى هو الباقي، الباقي هو الـ remainder اختصاره بيبقى R، والناتج بيبقى هو الـ quotient، الـ quotient ده هو الناتج فبيبقى الـ Q. تمام؟ فإذا الـ quotient بيبقى هو اللي متخزن فيه الـ lower، والـ remainder بيبقى هو اللي متخزن فيه الأب. ده كده الكوشنت، ده كده الار. فاذا لما يجي يسألك هنا عن الكوشنت، الكوشنت هيبقى موجود فين؟ في الالو. طيب يبقى ده كده الكوشنت وده كده الريميندر، الريميندر اللي هو الباقي يعني. تعالوا نبص في المرجع بتاعنا. ده كده زي ما قلنا الديفيجن والحالات بتاعته. ده طبعا مثال، المثال ده بيقول لك ان هو بيقعد يقرب الرقم اللي موجود في الناتج لحد ما يقربه الكسر، يعني لو هو كسر بيتقرب لأقرب رقم صحيح، هو بيراوند الناتج يعني. وكده احنا خلصنا الديفيجن، او ممكن برضو نقول ملحوظتين كمان في الديفيجن. خلينا الاول نقول ملحوظة في المالتيبليكيشن. لو احنا قلنا مال بي اكس ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ال BX هيضربه في ال EAX ويحط الناتج في ال EAX. ده كده بالنسبة لل 32 بت architecture. لو احنا قلنا بقى بدل ما نقول مال BX هنقول مال DX و BX و 20 hexadecimal. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان هو هياخد ال بي اكس يضربها في ال 20 هكسا ديسيمال ويحط الناتج في
الدي اكس. ولكن العملية دي ليها شروط. طبعا هو هنا حدد ديستنيشن مختلف عن الديفولت ديستنيشن بتاعنا اللي هو الاي ريجستر. العملية دي بقى ليها شرطين. اول حاجة لازم الاثنين دول يبقوا سيم سايز، ده كده 16 بت، يبقى ده كده 16 بت، والا ممكن يحصل اوفر فلو. وده كده لازم يبقى كونستانت، لازم ده يبقى كونستانت. نحن بقى بنعمل عملية immediate. طبعا ممكن استخدم الامر مال وممكن استخدم الامر اي مال. ملحوظة التانية في الديفيجن، حاجة اسمها الديفيجن ايرورز. الديفيجن ايرورز ده ان انا مثلا هقسم على زيرو، فاول ايرور ممكن يحصل لو انا بعمل ديفايد باي الزيرو يطلع لي ايرور. تاني حاجة لو انا بقسم رقم صغير على رقم كبير، او مش بقسم رقم صغير على رقم كبير، لو بقسم رقم على رقم والناتج اللي هو الكوشنت كبير. مش فاهمك، قول لي مثال. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك ديف بي ال، حلو كده، حلو، قول لي الامر ده بيكافئ ايه؟ تقول لي الامر ده بيكافئ اي اكس بيساوي اي اكس على البي ال. هقول لك تمام، الاي اكس ده الاي هاي متخزن فيه ايه والاي لو متخزن فيه ايه؟ هتقول لي ان الاي لو متخزن فيه الكوشنت والاي هاي متخزن فيه الريميندر. هقول لك جميل. طب فرضا بقى ان الرقم اي اكس ده كام اربع افات، تمام، الاي اكس متخزن فيه اربع افات، يقدر يشيل اربع افات؟ اه يقدر يشيل اربع افات، ما هو 32 بت. طيب لو جيت قلت لك البي اكس متخزن فيه واحد، تمام، فانت دلوقتي لما تيجي تقسم الاربع افات على الواحد المفروض الناتج يطلع لك كام؟ الكوشنت المفروض يطلع كام؟ اربع افات. فاذا الناتج الاربع افات ده المفروض ان هو يتخزن في مين؟ المفروض يتخزن في الـ AL، وطبعا الريميندر بزيرو. يبقى الكوشنت المفروض يبقى اربع افات، يبقى الـ AL المفروض تشيل كام؟ المفروض تشيل اربع افات. هل ده ينفع؟ لا، الـ AL اخرها كام بايت؟ الـ AL اخرها 1 بايت، فاذا مش هتقدر تشيل اربع افات، هي اخرها تشيل افين بس، رقمين بالهكسا ديسمال بس. اذا هنا هيحصل اوفر فلو، هنا هيحصل مشكلة، وهنا يديك division error. يبقى division errors ان انت بتقسم والناتج بيطلع لك رقم كبير لدرجة ان هو مش هيقدر يتخزن في الريجستر بتاع الكوشنت، او ان انت بتقسم على الزيرو. طيب ده كده كل حاجة بالنسبة للmultiplication والdivision والaddition والsubtraction. تعالوا نبص على problems اللي موجودة في المرجع بتاعنا. احنا كده خلصنا الـ arithmetic instructions، تمام؟ فاضلنا مين؟ فاضلنا الـ logic instructions. فاحنا ممكن نحل الـ problems على الجزء اللي احنا خدناه دلوقتي، ولا خلينا نكمل الاول، خلينا نكمل بقيه الشابتر عادي ونبقى نحل البروبلمز كلها على بعضها بقى في الاخر. طيب هندخل دلوقتي في اللوجيك انستراكشنز، لكن قبل اللوجيك انستراكشنز في البي سي دي اند اسكي ارثماتيك. طبعا في بي سي دي انستراكشنز وفي ASCII arithmetic instructions. خلينا الاول في البي سي دي. البي سي دي ده زي ما الدكتور بيقول دايما كده هو باينري كودد ديسيمال. يعني ايه؟ يعني الباينري انا بكوده علشان اتعامل معاه اكني بتعامل مع الديسيمال.
فأول أمر من أوامر البي سي دي بيجي بعد عملية الأديشن، سواء بقى أد أو أي دي سي، أد وإذ كاري. بعد عملية الأديشن أنت دلوقتي جمعت رقمين على بعض، فعايز الريزلت اللي طلعت لك دي تعملها أدجاست عشان تحولها ل بي سي دي ريزلت. فبتكتب إيه؟ بتكتب الدي إيه إيه انستراكشن. يبقى الدي إيه إيه انستراكشن دي فايدتها إيه؟ بتأدجاست الريزلت اللي طالعه لك من الاي دي دي والاي دي سي علشان تبقى بي سي دي ريزلت. بعد كده عندنا الاسكي، طبعا دي اي اس، دي اي اس ده برضو زيها زي الدي اي اي ولكن مع السبتراكشن. بعد كده عندنا الاسكي ارثماتيك. الاسكي ارثماتيك دي معناها ايه؟ معناها ان احنا بنأدجاست حاجه علشان تبقى بالاسكي. الاسكي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الامريكان كود ستاندرد، تمام؟ فاحنا دلوقتي عايزين نأدجاست قيمه، تمام، ريزلت طلع لنا علشان نحولها للاسكي بتاعها. بنعمل ايه؟ لو احنا جينا مثلا مخزنين في الاي اكس، وليكن على سبيل المثال مخزنين في الاي اكس واحد مثلا، ولكن واحد ده ككاركتر، يعني احنا مثلا دخلنا ضغطنا على الزرار واحد في الكيبورد، فهو راح خزن في الريجستر بتاع الاي اكس الاسكي بتاع الواحد، فاحنا كده مدخلين الواحد على ان هو كاركتر، تمام. ودخلنا رقم اتنين على ان هو برضو كاركتر، اتنين ده متخزن في البي اكس، يبقى اذا كاركتر واحد متخزن في الاي اكس، كاركتر اتنين متخزن في البي اكس. انا عايز اجمع واحد واتنين as a characters، يعني انا عايز اجمع الرقمين واحد واتنين، يعني انا عايز الريزلت تبقى تلاتة. فانا لو قلت له add ax و bx ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هياخد الاسكي ده يجمعه على الاسكي ده ويجيب لي اسكي مختلف تماما عن الاسكي بتاع رقم تلاتة. الواحد ده الاسكي بتاعه بيبقى 49، والاتنين الاسكي بتاعها 50، فهو لما يجي يجمع ال 41 زائد ال 49 زائد ال 50 هيطلع له 99. الاسكي بتاع الثلاثه اصلا 51، تمام. فاذا الناتج اللي هيطلع له لما يجي يطبعه ككاركتر مش هيبقى ثلاثه، فيقوم يعمل ايه بقى؟ يقوم يحول الناتج اللي طلع ده اللي هو 49 لايه؟ يأجستها على ان هي اسكي الرقمين مجموعين مع بعض، فيتحول من 99 إلى الأسكي بتاع الثلاثة اللي هو 51، فيصبح الناتج بتاعنا زي ما احنا عايزين، 1 + 2 ب3. فال AAA بقى ده بيحصل الـ instruction دي بيحطها بعد الـ addition، والـ instructions التانية زيها بالظبط. الـ AAD ده بيحطها بعد الـ division، وال AAM مع المالتيبليكيشن وهكذا. دي كده الانستراكشنز بتاعت البي سي دي والاسكي، نفس الفكره. بعد كده عندنا اللوجيك انستراكشنز. تعالوا بقى نقلب على البورد اللي بنكتب عليها. نتكلم عن اللوجيك انستراكشنز. طيب خلينا الاول نتكلم على اول ثلاثة في اللوجيك انستراكشن. خلينا نتكلم على الاند والاور والاكس اور. النوت دي خليها في الاخر، هنجيلها كمان شوية. ماشي، خلينا نتكلم على الاند والاور والاكس اور. اول حاجه الاند، الكلام اللي جاي ده كلام مهم لاي حد شغال امبيد سوفت وير، لان الجزء اللي جاي ده اصلا بنستخدمه في الامبيد، ان احنا نعمل شويه ماكروز كده بتحكم في البتات في كل ريجستر، تعمل سيت بت وكلير بت توجل بت وهكذا. هنشوف يعني ايه دلوقتي سيت بت وكلير بت والكلام ده. قبل ما نفهم ازاي بنعمل ست او كلير، خلينا نقول يعني ايه اند اصلا. الاند
يعني ان انا لو جبت رقم اكس، اكس ده يا اما 0 يا اما 1، وعملت له اند مع الواحد، دي كده اول حاجه. تاني حاجه ان انا اجيب اكس ده واعمل له اند مع الزيرو، في الحالتين الحاله دي هيطلع ايه والحاله دي هيطلع ايه؟ في الحاله بتاعت ان انا هعمل له اند مع الواحد هيدينا اكس زي ما هو، لو قلت زيرو، زيرو اند واحد بزيرو، واحد واحد اند واحد بواحد، يبقى اكس اند واحد باكس. ولكن اكس اند زيرو اي رقم اند مع الزيرو بزيرو، يبقى اي رقم اند مع الواحد بالرقم ده، اي رقم اند مع الزيرو بالزيرو. هنفهم الكلام ده استخدامه ايه كمان شوية. يبقى من المعلومة دي كده، من المعلومة دي انا لو جيت قلت لك انا عندي بتاية اسمها اكس وعايز اعمل لها كلير، عايز اخليها بزيرو، هتيجي انت عامل ايه؟ هتيجي انت عامل لها اند مع الزيرو فتبقى بزيرو. تمام؟ تمام. تعال بقى نتكلم على الاور. الاور برضو حاجتين. اول حاجة لو انا عملت اور مع الواحد، اكس اور مع الواحد، المفروض دي تدينا كام؟ اكيد واحد. اي حاجة اور مع الواحد بواحد. طب واي حاجة اور مع الزيرو بنفس الحاجة. اذا انا لو عايز اسيت بت اسمها اكس، سيت يعني خليها بواحد، تمام؟ يبقى كلير خليها بزيرو، سيت خليها بواحد. فانا لو عايز اسيت البت اكس هعمل لها ايه؟ هعمل لها اور مع الواحد فتبقى بواحد، يبقى انا كده عملت سيت للبت. تمام؟ تمام. يبقى من الاند والاور، الاند الاند هتعمل كلير والاور هتعمل ست، طبعا هي بتبقى اسمها كلير او ريست. تمام؟ تمام. يبقى اذا الاند هتعمل كلير ازاي؟ ان احنا نعمل لاي حاجه اند مع الزيرو هتصفرها. الاور هتعمل ست ازاي؟ ان احنا نعمل لاي حاجه اور مع الواحد هتستها بواحد. جميل جدا. تعال بقى نشوف الأسئلة بتيجي ازاي. بيجي يقول لك انا عندي الـ AL register دهوت في مثلا القيم دي 0 1 1 1 0 1 1 1 مثلا. لو جينا رقمنا البتات بتاعتنا، البتات دي رقم 0، البتات دي رقم 1، البتات دي رقم 2، البتات دي رقم 3 4 5 6 7، هما 8 بت بيترقموا من 0 ل 7، تمام؟ من اللو للهاي. طيب انا جيت قلت لك والله يا محمود اعمل لي كلير للبتايه رقم 2. البتايه رقم 2 دي انا عايز اعمل لها كلير، والبتايه رقم 7 دي انا عايز اعمل لها ست. تمام؟ تمام. يبقى كلير اول حاجه، كلير البتاية رقم 2. هنعمل ايه بقى؟ احنا قلنا كلير، لما اقول لك كلير يبقى تستخدم الاند على طول. عشان تعمل لبتاية كلير هتعمل لها اند مع مين؟ تعمل لها اند مع الزيرو. طيب الفكرة هنا بقى ان انا عايز اعمل اند للبتاية رقم 2 بس بدون ما اغير في السبع بتات التانيين. انا عايز اصفر البتاية رقم 2 والباقي زي ما هو، الصفر بصفر والواحد بواحد من غير ما اغير فيهم. تمام؟ في الحالة دي هنحتاج نعمل ايه؟ هنحتاج نعمل اند البتاية رقم 2 هنخليها بزيرو، والبقية البتات هنخليهم بواحد. يبقى هنعمل اند مع رقم البتاية رقم 2 فيه بزيرو والباقي بواحد، فاللي هيتعمل له اند مع الزيرو
هيبقى بزيرو، واللي هيتعمل له اند مع الواحد هينزل زي ما هو مش هيتغير، اللي هي الكيس الاولانيه. اللي هيتعمل له اند مع الواحد زي ما هو، واللي هيتعمل له اند مع الزيرو هيتصفر. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. فاحنا هنجيب الرقم ده كده ونعمل له اند مع الرقم بتاعنا 0 1 1 1 0 1 1 1. هنعمل له اند مع رقم بيسموه الماسك، القناع. الماسك بتاعنا هنا في الحالة دي كام؟ هنيجي قدام البتاية رقم 2 ونحط 0، لان احنا عايزين نعمل لها كليب. وقدام بقية البتات هنحط وحايد، لان احنا عايزينهم ينزلوا زي ما هم. وبالتالي الريزلت بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى 0 وواحد اند مع بعض، 0 اند واحد 0، واحد اند واحد واحد، واحد اند واحد واحد، واحد اند واحد واحد، 0 اند واحد 0 نزلت زي ما هي، واحد اند واحد واحد اند 0 اللي هي البتاية رقم 2 اللي انا عايزها 0. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت كلير للبتاية رقم 2 والباقي وحايد زي ما هو. يبقى انا كده عملت كلير للبتاية رقم 2 وبقيه الاي ال ريجستر دهوت ما اتغيرش. طيب المثال الثاني، انا عايز في نفس الرقم ده كده اعمل ست للبتاية رقم 7، ست بت نمبر 7. انا عايز اسيت البتاية رقم 7 في الاي ال ريجستر. طيب الاي ال ريجستر القيم بتاعته كام؟ 0 1 1 1 0 1 1 1. انا عشان اعمل ست يبقى انا هستخدم ايه؟ اند ولا اور؟ هستخدم اور. تعال بقى نكتب الرقم اللي احنا هنعمل له اور مع الرقم ده. انا دلوقتي عايز اسيت البتاية دي، يبقى هعمل لها اور مع مين؟ هعمل لها اور مع الواحد، والباقي هعمل له اور مع الزيرو عشان ينزل زي ما هو. وبالتالي الرقم هيبقى واحد 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 زيرو واحد واحد واحد. يبقى اللي حصل ان انا عملت ست للبتاية رقم 7 بدون ما اثر على بقية الريجستر. جميل جدا. طبعا الاوامر بتاعت اند واور دول بينطبق عليهم جميع الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، جميع الايرورز بقى بجميع كل حاجه. يعني مثلا ما اجيش مثلا اقول اور اي اكس و سي ال، ما ينفعش. ليه؟ لان ده ميكسد سايز. فعش مثلا اقول اور او اند اي اكس، ما ينفعش مثلا اجي اقول اند AX و BX. ليه؟ لأن ده ميموري تو ميموري. يبقى ده كده ايرور وده كده ايرور. نفس القواعد اللي احنا بنتكلم عنها قبل كده ما ينفعش تحصل هنا. ليه كل الحاجات بقى اللي احنا قلناها مع الموف انستراكشن. طيب تالت حاجة معانا هي ال XOR. ال XOR برضو ليها two cases. لو جبت اي رقم عملت له XOR، XOR بتتكتب كده او كده، XOR مع الزيرو هيديك الرقم. لو عملت لأي رقم XOR مع الواحد هيديك الانفرت بتاع الرقم. يبقى انت يا اما هتاخد الرقم يا اما هتاخد الكومبلمنت او الفليب، ان انا اعمل البت فليب او اخد التوجل بتاع الرقم. كل دي مصطلحات لمعنى واحد، ان انا بجيب الانفرتر بتاع الرقم ده. تمام؟ لو الزيرو يبقى واحد والواحد يبقى زيرو. يبقى لو خدت اي رقم عملت له اكس اور مع الزيرو هيبقى نفس الرقم، اي رقم اكس اور مع الواحد هيبقى بي الكومبلمنت بتاعه، الفيرست كومبلمنت بتاعه. طيب اللي هو احنا كنا بنقول عليها متشابهتين، لو الرقمين متشابهين الناتج زيرو، ولو الرقمين مختلفين الناتج واحد. تمام؟ تمام.
فاذا انا لو عندي ريجستر اللي هو 0111101111 مثلا، وانا عايز امسك البتايه دي كده مثلا اقلبها، انا عايز البتايه رقم 3 تمام، توجل او فليب البت نمبر 3، هنعمل ايه؟ هنعمل له اكس اور مع مين؟ مع الزيرو، مع الواحد عشان نعمل له فليب. طب والباقي انا مش عايز اغيره، فهعمل له اكس اور مع الزيرو. يبقى انا دلوقتي هاجي اخد الرقم ده هعمل له اكس اور مع الماسك. الماسك مين بقى؟ انا عايز الرقم ده كده يتقلب، انا معرفش هو ايه، انا معرفش البتايه رقم 3 دي بكام في الريجستر، ايا يكن بزيرو بواحد باتنين كده كده انا عايز اقلبها، لو هي بزيرو تبقى بواحد ولو هي بواحد تبقى بزيرو، يبقى انا محتاج اعمل لها اكس اور مع الواحد. فانا هاجي في البتايه رقم 3 دي واحط واحد، وفي الباقي هحط صفار عشان ما يتغيروش، فالناتج بتاعنا هيبقى ايه؟ الناتج بتاعنا هيبقى 0111111111. يبقى البتايه رقم 3 دي حصل لها توجل وحصل لها فليب علشان احنا عملنا لها اكس اور مع الواحد، والباقي بقيه الريجستر ما اتغيرش. ده كده استخدام الاكس اور. طيب الانستراكشن اللي بعد كده هي الكومبير. اتكلمنا عن الكومبير قبل كده، احنا فاهمين اصلا الكومبير بتعمل ايه. كومبير زيها زي الصب، ولكن هي مش بتغير في الريزلت. The time is 10 o'clock a.m. change. اتكلمنا عن الانستراكشن دي قبل كده في شابتر 4، قلنا ان هي زيها زي الطرح ولكن هي مش بتغير في الديستنيشن. يعني مثلا لو قلت صب ax و bx هياخد البي اكس، هياخد الاي اكس ناقص البي اكس ويخزن الناتج في الديستنيشن بتاعنا اللي هو الاي اكس ويغير في الفلاجز. انما الكومبير بقى ما كانتش بتغير في الديستنيشن بس كانت بتغير في الفلاجز. يبقى انا لو قلت له كومبير اي اكس و بي اكس كان بياخد الاي اكس ناقص البي اكس وياخد الريزلت، الريزلت ده هو اللي هيأثر لي في الفلاج ريجستر بتاعي سواء بقى كاري او اوفر فلو او زيرو او ايا كان، ولكن الاي اكس هتظل زي ما هي والبي اكس هتظل زي ما هي. امتى الاي اكس تتغير؟ لو انا عملت كده، لو انا عملت صب اي اكس و بي اكس هنا كده هيحط الاي هيحط في الاي اكس اي اكس ناقص البي اكس وهيغير الفلاجز برضو بلس الفلاجز، انما هنا هيغير الفلاجز بس. طبعا احنا اتكلمنا عن النقطه دي قبل كده في شابتر 4. بعد كده عندنا الامر تيست. نفس الفرق ما بين الكومبير والصب هو الفرق ما بين التست والاند. في الاند هو بيعمل اند الرقمين ويغير في الديستنيشن، في التست هو بيعمل اند لرقمين. يعني مثلا لو قلت له تست دي ال و دي اتش هيعمل الدي ال اند الدي اتش، ولكن هو مش هيغير في الدي ال، دي ال ده دي ال ده نو تشينج، ولكن هو هيغير فين بقى؟ هيغير في الفلاجز على حسب الريزلت بتاع الدي ال اند الدي اتش. طب ده هنستخدمه في ايه؟ ده هنستخدمه لما نبقى عايزين نتشيك على بتايه. مثلا لو عايزين نتشيك على البتايه رقم 3 دي بزيرو ولا بواحد، نشوف مثال. احنا دلوقتي عايزين نتشيك على البتايه رقم 3 في الاي ال ريجستر هل هي بزيرو
ولا بواحد؟ هنعمل ايه؟ الـ AL ريجستر موجود فيه مثلا 0001 0011 مثلا، اي قيم، تمام؟ واحنا عايزين نشوف البتاية رقم 3 دي 0 1 2 3، البتاية رقم 3 دي بزيرو ولا بواحد؟ فهنروح ناخد الرقم ده كده اللي هو 0001 0011، هنعمل له اند مع مين؟ مع 0001 0000. احنا عملنا للرقم ده اند مع رقم البتاية رقم 3 فيه بواحد. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان احنا لما بنعمل اند مع الواحد الرقم بينزل زي ما هو، تمام؟ اي رقم اند الواحد اكس، اند الواحد تنزل اكس، وبالتالي 0 اند الواحد ينزل ايه؟ ينزل 0. طب والباقي انا عامل له اند مع مين؟ مع صفار، تنزل كلها بصفار. اذا الناتج بتاعنا ده اصبح ايه؟ اصبح 0. يبقى احنا بنبص على الريزلت، لو الريزلت دي بزيرو زي الحاله اللي قدامنا دي، يبقى البت نمبر 3 بزيرو. لو الريزلت دي باي حاجه غير الزيرو، يبقى البت نمبر 3 بكام؟ بواحد. تمام؟ نقول تاني، احنا دلوقتي عندنا ريجستر اسمه AL ريجستر، احنا عايزين نتشيك البتاية رقم 3 دي بزيرو ولا بواحد، ايا كانت بقى البتاية ديت. فاحنا هنيجي نعمل له نعمل الرقم بتاع اللي جوه الـ AL ريجستر ده اند مع رقم كله صفار ما عدا البتاية رقم 3، هخليها بواحد. فيديني الريزلت ايه؟ يديني الريزلت الرقم بتاع البتاية، الرقم اللي متخزن في البتاية رقم 3 اللي هو سواء 0 او 1، اللي هو في الحاله بتاعتنا هنا 0، فنزل بزيرو زي ما هو. ليه؟ لان حاجه اي حاجه اند الواحد بنفس الحاجه، فالزيرو نزل زي ما هو، والباقي اند 0، اند مع الزيرو، فاي اند مع الزيرو بزيرو، يبقى الريجستر كله اتصفر. لو الريجستر ده، لو الناتج ده اللي هو الريزلت بتاعتنا كانت بصفر، يبقى البتايه رقم 3 بصفر. لو الناتج كان باي حاجه غير الصفر، يبقى البتاية رقم 3 بكام؟ بواحد. طيب هنعرف ازاي بقى؟ هنعرف ازاي ان البتاية رقم 3 بصفر، او هنعرف ازاي ان الريزلت اصلا بصفر؟ من خلال الزيرو فلاج. لو الزيرو فلاج بواحد، يبقى البتاية رقم 3 بصفر. لو الزيرو فلاج بزيرو، يبقى البتاية رقم 3 بواحد. والله لو الزيرو فلاج اترفع، يبقى الناتج بصفر، وبما ان الناتج بصفر يبقى البتاية رقم 3 بصفر. لو الزيرو فلاج ما اترفعش، يبقى الناتج مش بصفر، يبقى البتاية رقم 3 بكام؟ يبقى البتاية رقم 3 بواحد. طيب الكلام ده عادة بيستخدم مع ايه؟ عادة بيستخدم مع اوامر الجامب. احنا مثلا هنيجي نقول له تيست الدي ال و الدي اتش، بعد كده بعدها على طول نقول له جامب 0، جامب اف 0، جي زد ده اسمها جامب اف 0، هناخدها في شابتر 6 بالتفصيل. اوامر الجامب هناخدها في شابتر 6 بالتفصيل، ولكن خلينا عارفين ان جي زد دي معناها جامب اف 0، جامب اف 0 على الليبل ال مثلا، وهيقعد بقى يكتب سطور كود سطور كود سطور كود، ويجي في الاخر هنا احط له الليبل ال. فهو هيجي هنا في الامر تيست، هيبص هيتست الاثنين دول مع بعض، تمام؟ تمام. لو الاند بتاع الاثنين دول الدي ال اند الدي اتش كان بزيرو، تمام، يبقى الزيرو فلاج هيتقلب يبقى بواحد، يبقى هيعمل جامب، هيجي هنا يعمل جامب. لو الاند بتاعهم مش بزيرو،
يبقى الزيرو فلاج هيبقى بزيرو، يبقى الجامب مش هيحصل. ده كده الامر تيست، وقلنا ان احنا بنستخدم تيست لاننا نتيست البتايه بزيرو ولا بواحد. وبعد كده نبص على الفلاج اللي هو الزيرو فلاج. قال لك بقى بص انا في حاجه، في امر بيعمل كل ده. احنا دايما كده ناخد الحاجه، ناخد الصعب ونشوف امر بيبوظ اللي احنا فهمناه. فالتيست كنا الاول نتيست، التيست يعمل اند وبعد الاند يبص على الزيرو فلاج. لا احنا هنا بقى مش هنعمل لا اند ولا هنبص على الزيرو فلاج ولا هنعمل اي حاجه، احنا هنكتب كلمه بي تي. بي تي ده زي ايه؟ اختصار لايه؟ اختصار لبت تيست. هنتست البتايه اللي موجوده في الاي ال ريجستر ورقمها 7. بعد كده تعمل بقى تشيك على الزيرو فلاج براحتك. تمام؟ يبقى اذا ايه اللي بيحصل من الامر ده؟ الامر ده بيعمل اللي التست بيعمله، بيعمل اند وبيغير في الزيرو فلاج. فهو هيعمل اند للاي ال مع الاي ال مع الرقم اللي هو ده، اللي هو كان البتايه رقم 7 فيه بواحد، اللي هو 1000000. يبقى انا بدل ما اقعد احسب الرقم ده واوجع دماغي واشوف بقى انا عايز اخلي البتايه رقم كام هي اللي بواحد وبقيه البتات بصفار، هو هيعمل اند للاي ال مع الرقم ده. امتى؟ لما اكتب له بت تيست اي ال و7. يبقى انا كده عايز اتست البتايه رقم 7. لو عايز تست البتايه رقم 3 هكتب له بي تي اي ال و3. مش لازم احط اروح اعمل كده، مش لازم اروح اكتب الرقم ده، او مش لازم اروح احسبه يعني واحطه في الكود. هو اكتب له رقم البتايه، اسم الريجستر ورقم البتايه. بعدها بقى على طول اعمل تشيك للزيرو فلاج، اشوف بقى الزيرو فلاج بقى بواحد، زيرو فلاج بقى بزيرو، ايا يكن. طيب احنا خدنا قبل كده ان الامر اكس اور بيعمل كومبلمنت، بيغير البتاي. في امر بقى اسمه بي تي سي. بي تي سي ده بقى يعمل ايه؟ بيعمل 2 في 1، بيتست اند كومبلمنت، اللي هو توجل، اللي هو فليب. ان احنا نتست ونغير في الزيرو فلاج ونكمبلمنت البتاي. يبقى هو كده بعد ما نكتب مثلا بي تي سي اي اتش و3 مثلا، هيعمل ايه هو بقى؟ هيروح للاي اتش. ولنفترض مثلا ان الاي اتش كان مكتوب فيها 0000100. اول حاجة هيعملها ايه؟ اول حاجة هيعملها ان هو هيتست البتاية رقم 3 دي. هيتست البتاية رقم 3، وبناء على التست هيحط الزيرو فلاج. فالبتاية رقم 3 دي بواحد، يبقى الزيرو فلاج هيبقى بكام؟ الزيرو فلاج هيبقى بزيرو، مش هيترفع لان البتاية مش بزيرو. دي كده اول خطوة. تاني خطوة ان هو يعمل كومبلمنت، ان هو يغير الاي ال، هيصفر لانه هيصفر البتايه دي وبالتالي الاي اللي هيتصفر. يبقى ده كده الامر بي تي سي بيعمل خطوتين، تيست اند كومبلمنت. في بقى اوامر تانية اللي هو بي تي ار، ده تيست اند ريست. في بي تي اس، ده تيست اند ست، ان هو بيتست البتايه ويغير في الزيرو فلاج بعد كده يعمل لها ريست. ريست اللي هو كان مين اللي بيعمله؟ كان الاند هي اللي بتعمله، الاند كانت بتعمل كلير. بعد كده بي تي اس ده اللي هو ست بت تيست اند ست، فهو بيعمل عمايل الاور. فباختصار اوامر البت تيست دي بتسهل علينا كل اللي احنا بنعمله قبل كده بالاند والاور والاكس اور. اخر حاجه معانا هي النوت والنيجاتيف. النوت زي ما احنا عارفين وقلنا في الاول ان هي بتعمل الفيرست كومبلمنت للرقم، يعني بتقلب كل زيرو واحد وكل واحد زيرو. تمام؟ يعني مثلا لو انا قلت لك نوت سي اتش، والسي اتش دي كان جواها
0111100 مثلا، دي كده الاولد فاليو. بعد الانستراكشن دي السي اتش هيصبح جواها 10000111. الارقام بتاعه كل بت بتتعكس كانه بيعمل توجل لكل البيتس. طيب بعد كده عندنا النج. النج ده بيعمل التوز كومبلمنت. التوز كومبلمنت بتاع الربط. فاحنا دلوقتي عشان نعمل التوز كومبلمنت للسي اتش مثلا، لو قلنا نج سي اتش، سي اتش كان فيه 0111111، فبعد الانستراكشن دي القيمة الجديدة هتبقى كام؟ هتبقى قيمة التوز كومبلمنت. علشان نجيب التوز كومبلمنت لأي رقم بنمشي من اليمين للشمال، من اليمين كده للشمال، فالزيرو لحد ما نقابل واحد، الزيرو ينزل زي ما هو، والزيرو اللي بعده ينزل زي ما هو، واللي بعده ينزل زي ما هو، لحد ما نقابل واحد ننزله ونعكس اللي بعده، هيبقى 0001. يبقى ده كده التوز كومبلمنت، او ان احنا نجيب الفيرست كومبلمنت ونجمع عليه واحد، ولكن ده اسهل طبعا. فاذا النج بتعمل ايه؟ بتجيب التوز كومبلمنت بتاع الرقم اللي هو النيجاتيف بتاع الرقم. يعني لحد هنا الدكتور واقف عند النج، لكن خلينا نقول الشيفت كمان بالمرة، احنا لسه ما نعرفش بقية الشابتر علينا ولا مش علينا لسه، لكن غالبا يعني هو مش علينا، لكن احنا هناخد الشيفت علشان في مسألة في البروبلمز انا عايز احلها باكتر من طريقة، فالشيفت طريقة من ضمنهم يعني، هنبقى نشوفها كمان شوية. فالشيفت احنا عندنا نوعين، شيفت ليفت وشيفت رايت. تمام؟ تمام. شيفت ليفت ان احنا بنشفت الرقم لناحية الشمال، شيفت رايت ان احنا بنشفت الرقم لناحية اليمين. لو مثلا الرقم بتاعنا كده موجود في الال ريجستر مثلا 10001001 مثلا، شيفت ليفت ان احنا هنشفت الرقم ناحية الشمال وهندخل من ناحية اليمين صفار، شيفت رايت ان احنا هنشفت الرقم ناحية اليمين وهندخل من ناحية الشمال صفار. فاذا شكل الرقم بعد ما يتعمل له شيفت ليفت وشكله بعد ما يتعمل له شيفت رايت هيبقى عامل ازاي؟ شيفت رايت هنشفت ناحية الشمال وندخل صفار، هنشفت ناحية اليمين وندخل صفار من الشمال، فيبقى صفر اللي احنا دخلناه من الشمال، هيبقى صفر اللي احنا دخلناه من الشمال، واحد صفر 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 واحد صفر صفر. طب لما نيجي نعمل شيفت ليفت، شفت الرقم ناحية الشمال وهندخل صفار من اليمين، فهيبقى عامل ازاي؟ هيبقى صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر صفر. نلاحظ ان في الشيفت ليفت الرقم اللي على الشمال اتكنسل، اللي هو اللي كان واحد ده، شيفت ليفت الرقم ده اتكنسل، وفي الشيفت رايت الرقم ده اتكنسل، شيفت رايت الرقم ده بيتكنسل. وبالتالي انا في بتاية بتطير معايا. طيب ده كده باختصار يعني ايه شيفت اصلا. طب هنستخدمه في ايه الشيفت ده؟ هنستخدمه في ايه الشيفت ده؟ احنا قلنا من شوية اننا كنا بنعمل اند للرقم مثلا كله صفار ما عدا بتاية واحدة هي اللي بواحد علشان نكلير بتاية. طيب الرقم ده بقى عبارة عن ايه؟ الرقم ده عبارة عن واحد متشفت كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا رقم الواحد بيبقى كده، اللي هو واحد صفر 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 صفر. لو شفتنا الرقم ده ثلاث مرات، شفت لفت ثلاث مرات، هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيدينا الرقم ده. وبالتالي
انا ممكن الرقم اللي هو انا هحطه كماسك مع الاند مثلا او مع الاور يبقى ايه؟ يبقى عبارة عن واحد متشفت عدد مرات بيساوي رقم البتاية number of bit. لكن الكلام ده احنا مش هنستخدمه، انا بقوله بس ايه للعلم بالشيء، احنا اصلا لسه ما نعرفش الشفت علينا ولا مش علينا. طيب حاجة كمان، حاجة كمان، لو احنا عندنا مثلا الرقم واحد اهو، الرقم ده انا لو عملته كده، لو خليته كده 0 1 0 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
معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ضربت الرقم ده في 2، شيفت شمال شيفت ليفت بمقدار مرة، معناها بالظبط اكني ضربت الرقم ده في 2. ليه؟ ان الرقم ده بواحد، الرقم ده ديسيمال ب2. طب لو عملت له كمان مرة هيبقى 0 0 1 0 0 0 0 0 اللي هو كام؟ اللي هو 4، كأني ضربته في 2 كمان مرة. يبقى الشيفت ليفت شيفت ليفت والشيفت رايت، الشيفت رايت أكني بقسم على 2، الشيفت ليفت أكني بضرب في 2. دي ملحوظة، الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مهم للناس اللي ناوية تشتغل في الامبيدت يعني سوفت وير، يعني ملحوظات حاجات كده هيعرفوها في اول ما هما بيتعلموا امبيدت. طبعا الناس اللي اشتغلت بالسوفت وير اكيد عارفة الكلام ده. طيب جميل جدا. قال لك بقى ان البتاية اللي بتقع، اللي هي البتاية دي كده او البتاية دي، الاتنين دول، البتاية اللي بتقع سواء مع الشيفت رايت او مع الشيفت ليفت بتروح للكاري فلاج. يعني انا بعد ما اعمل عملية الشيفت واروح ابص على الكاري فلاج هلاقي فيه البت اللي طارت، ايا كانت بقى 0 او 1، يبقى بعد عملية الشيفت الكاري فلاج هيبقى فيه القيمة بتاعة البت اللي طارت. دي هنلاقيها هنا في صفحة 82، الرسمة بتاعة الشيفت. اهو هنلاحظ ان البتاية اللي انا بدخلها من ناحية اليمين، لو انا بعمل شيفت ليفت هدخل 0 من ناحية اليمين، الزيرو اللي هيدخل من ناحية اليمين ده هيطير قصاده بتاية الناحية التانية، البتاية دي هتروح فين؟ هتروح للكاري. طيب لو انا بعمل شيفت رايت اللي هي الرسمة التالتة، هدخل 0 من ناحية الشمال، ففي بتاية هتطير من ناحية اليمين، هتروح فين؟ هتروح للكاري. طب ايه الـ SAL والـ SAR دي؟ تعالوا نشوف. الـ SAL هي هياها الشيفت ليفت، مفيش فرق بينهم. الاتنين بندخل صفار من ناحية اليمين على الرقم. تمام؟ تمام. طب الـ SAR بقى مش هي هياها الشيفت رايت. ليه؟ يعني مبدئيا الـ SAL أو الـ SAR اختصار لشيفت أرثماتيك ليفت أو شيفت أرثماتيك رايت. يعني إيه شيفت أرثماتيك رايت بقى؟ شيفت أرثماتيك رايت إن أنا هعمل فيل بالساين بت. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك انت بتيجي شيفت رايت تدخل، وانا بتيجي تعمل شيفت رايت كده دخل من ناحيه الشمال صفار. طبعا في الشيفت ليفت احنا بندخل من ناحيه اليمين مش من ناحيه الشمال، نشفت الرقم كده وندخل صفار من ناحيه كده، سواء في الشيفت في الاس اي ال او في الاس اتش ال، الاثنين واحد. طب في الاس اي ار بقى بنعمل ايه؟ المفروض في الاس اتش ار اللي هو الشيفت رايت احنا بنشفت رايت كده وندخل صفار. في الاس اي ار بقى احنا مش بندخل صفار، احنا بندخل الساين بت. يعني ايه؟ تعالوا ناخد بقى مثال. يعني لو الرقم بتاعنا 1 1 1 1 1 1 1 1 مثلا، لما نيجي نعمل له شيفت رايت المفروض هيبقى كام؟ هيبقى 0 1 1 1 1 1 1. طب لو عملت له SAR المفروض هيبقى كام؟
هينشفت ولكن هندخل من ناحية الشمال وحايد. ليه؟ لأن الساين بت بواحد، يبقى احنا هنبص على الساين بت في الرقم الأصلي، لو كانت بواحد ندخل من ناحية الشمال وحايد، فالرقم مش هيتغير، هيدخل من ناحية الشمال وحايد، فيبقى واحد 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 واحد. طبعا البتة دي ايه؟ البتة دي وقعت في الحالتين. طب تعالى ناخد مثال كمان، لو قلنا 0 1 0 1 1 1 1 1 مثلا، لو عملنا له شيفت رايت هيبقى ايه؟ هيبقى 0 0 1 0 1 1 1 في كمان واحد. تمام؟ تمام. طب لو عملنا له اس اي ار شيفت ارثماتيك رايت هيدخل من ناحية الشمال وحايد، فهيبقى ايه؟ هيدخل من ناحية الشمال الساين بت، فالساين بت بتاعته هنا ايه؟ زيرو، فهيدخل من ناحية الشمال زيرو. ففي الحالة دي مش هيختلف الـ SAR، مش تختلف عن الـ Shift Right. ولكن لو كانت البتاعة دي بواحد ايه اللي هيختلف؟ دي كده كانت هتختلف وكانت هتبقى بواحد، انما الشيفت رايت ما كانتش هتختلف، شيفت رايت كانت هتبقى بتشفت وبتدخل اصفار عادي، كان هيبقى الرقم ده كده والرقم ده كان هيبقى كده. فاذا الفرق ان احنا بنعمل فيل بالساين بت، لو كانت الرقم بتاعنا بوزيتيف هيبقى الساين بت بزيرو، لو كان الرقم نيجاتيف هيبقى الساين بت بواحد، وبالتالي احنا هندخل يا اما اصفار يا اما وحايد. تعالوا بقى نحل problems اللي في آخر الشابتر. طيب من أول هنا كده، أول حاجة بيقول لك select an ADD instruction that will، اول حاجة add bx to ax، بكل بساطة هتقول له add، بس بقى هتبقى ax و bx مش هتبقى bx و ax. ليه؟ لانه بيقول لك add bx to ax، الديستنيشن بتاعك ax، فالترتيب بتاعهم هيتعكس، هيبقى في الانستراكشن نفسها تبقى add ax و bx، الباقي نفس القصة. بعد كده بيقول لك what is the wrong with الانستراكشن دي، المشكلة في الانستراكشن بتاعتنا دي ان هي ميكسد سايز، ان احنا عندنا الـ AX والـ RCX، احنا قلنا نفس القواعد اللي احنا كنا بنستخدمها قبل كده مع الموف هتبقى موجودة مع الشابتر ده كله يعني. طيب بعد كده بيقول It's possible to add CX to DS with ADD instruction، اجابة السؤال ده لا، الـ DS data segment ده segment register، segment register ما بتستعملش غير مع move بس، ما ينفعش نعمل add cx لل data segment لان هي segment register، وما ينفعش نقاد حاجة عليها باستخدام الاد بس، انما لو انت مثلا عايز تغير القيمة بتاعتها ماشي، ممكن تغير القيمة بتاعتها بالايه؟ بالموف instruction. طيب جميل جدا. بعد كده بيقول لك لو الـ AX محتواه كذا والـ DX محتواه كذا، خارج عملية الـ instruction بتاعت add AX و DX، هيغير لك في الكاري فلاج والـ auxiliary carry والساين والزيرو والoverflow، ولا مش هيغير؟ يعني الخارج بتاع او الفلاجات دي كلها بعد الـ instruction دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تعالوا نشوفها على البورد. احنا قلنا ان الـ AX هيبقى فيها 1001 بالهكسا ديسيمال، ده كده السؤال رقم، دي كده البروبلمز سؤال رقم 4، الـ AX فيها 1001 بالهكسا ديسيمال والـ DX فيها 20FF بالهكسا ديسيمال، فالمفروض اننا هنجمع الاتنين دول مع بعض، ناتج الجمع هيبقى كام؟ 1 زائد F 0 معنا الواحد، 1 و F 0 معنا الواحد، و 1
و3. يبقى الريزلت بتاعتنا ريزلت 3100 بالهكسا ديسيمال. طب الكاري، كاري بواحد، خلاص احنا 1 زائد 3 ب 3 مفيش كاري، 1 زائد 2 ب 3 مفيش كاري. فتعالوا بقى نشوف الفلاجات. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكاري فلاج بكام؟ كاري فلاج بزيرو. طيب الاوكزيلري كاري بكام؟ تعالوا بقى حته الاوكزيلري كاري ده نوضحها على الرسمه دي. اوكزيلري كاري يعني هاف كاري، يعني هنيجي نقسم الرقمين دول نصين كده ونشوف، وانت بتروح من النص اليمين للنص الشمال كان في كاري معاك ولا لا. تعال نشوف، احنا بدأنا الرقم من البداية خالص، 1 زائد اف بكام؟ بصفر ومعانا الواحد. 1 زائد اف كمان مرة بصفر ومعانا الواحد، يبقى هنا واحنا بننتقل من هنا لهنا الكاري كان بكام؟ الكاري كان بواحد. يبقى الاوكزيلري كاري نيجي قاسم الرقمين نصين واحنا بنجمع ونشوف، واحنا بننتقل من الطرف ده للطرف ده كان فيه واحد ولا ما كانش فيه ككاري. فإذا الاوكزيلري كاري هيبقى بكام؟ هيبقى بواحد. من الاخر الاوكزيلري كاري ده يعني الهاف كاري، هتاخد نص الرقمين، نص الرقمين اللي هو 0 1 تجمعه مع الاف اف وتشوف هيبقى فيه كاري ولا لا. 0 1 1 ومعانا الواحد، 0 1 0 ومعانا الواحد، 1 واف 0 1 واف 0 ومعانا الواحد، 1 واف 0 ومعانا الواحد في الكاري، يبقى الكاري بتاع الاوكزيلري واحد. طيب تعال نشوف بقية الفلاجز. قال لك انا عايز الساين فلاج. الساين فلاج تعال نشوف الإشارة بتاعت آخر بتاعي على اليمين، الموست سيجنيفيكانت بت. الرقم ده كام؟ الرقم ده 3. 3 لما تفكه لأربعة بيتس بالباينري هيبقى كام؟ هيبقى 0 0 1 1. البتاية دي 0 ولا 1؟ 0. يبقى أنا بوزيتيف نمبر، يبقى الساين بت هتبقى بزيرو. طيب بعد كده قال لك الزيرو، الزيرو فلاج، هل الريزلت دي بزيرو؟ لا الريزلت دي مش بزيرو، يبقى الزيرو فلاج هيبقى بكام؟ الزيرو فلاج هيبقى بزيرو. الزيرو فلاج بيترفع لو الريزلت بزيرو، الزيرو فلاج بيبقى بواحد لو الريزلت بزيرو. بعد كده الاوفر فلو، الاوفر فلو فلاج هيبقى بكام؟ هل في اوفر فلو؟ لا مفيش اوفر فلو، فاذا الاوفر فلو فلاج هيبقى بزيرو، نو اوفر فلو. طبعا السؤال ده مهم ومتوقع ان هو يجي. تعالوا نكمل بقيه البروبلمز. طبعا السؤال رقم 5 ده بيقول لك ان هو عايز يعمل انستراكشن سيكونس، شورت سيكونس اوف انستراكشن، اد الاي ال والبي ال والسي ال والدي ال والاي اتش، سيف ذا سم ان ذا دي اتش ريجستر. فطبعا احنا هنعمل اد دي اتش و اي ال، اد دي اتش و بي ال، اد دي اتش و سي ال، نقعد نكررها وكل مره بنحط الناتج في الديستنيشن بتاعنا اللي هو الدي اتش اللي هو عايزه. 6 و7 و8 نفس القصه. 9 بيقول سيلكت انستراكشن، ان هو بقى يبقى بايه؟ بياد كمان الكونتنت بتاع الكاري، بتاع الكاري فلاج. يبقى انا هستخدم الانستراكشن ايه؟ ADC add with carry. اقول له ADC يبقى دي الانستراكشن ايه؟ يبقى دي كده increment، يبقى هقول له increment SB. بعد كده بيقول لك what's wrong with increment BX. طبعا احنا عارفين ان increment BX ده هيعمل ايه بقى؟ سؤال رقم 11 هيعمل ايه؟ هياخد ال BX كريجست يعني الكونتنت اللي جواه هياخده كادرس. ليه؟ لان هي بين سكوير براكتس. تمام، ياخد الادرس يجمعه على اكن هو اوفست يعني للداتا سيجمنت، فهياخد الكونتنت بتاع الدي اس ريجستر ويضربه في 10 زي ما كنا بنعمل ويجمعه على الكونتنت بتاع البي اكس يوصل للافكتيف للافكتيف ادرس. طيب المشكله بقى هنا في ايه؟ المشكله هنا ان هو مش محدد سايز، المشكله هنا ان السايز ازنت ديفايند، السايز مش متحدد، فالمفروض ان الديفولت بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى 2 بايت،
على فكرة برضو الديفولت ده بيختلف من اركتكتشر للتاني. يعني الاركتكتشر بتاعنا احنا بنشتغل عادة على 80 86 و 80 88، فالاركتكتشر 16 بت، فالاركتكتشر 2 بايت، 16 بت يعني 2 بايت، 2 بايت يعني وورد. فهو دلوقتي لما يجي يعمل حاجة مش متحدد لها سايز بيخلي الديفولت بتاعه دايما 2 بايت، زي ما احنا كنا بنقول قبل كده طول حياتنا من اول شابتر 2 او من اول شابتر 3 واحنا بنقول الديفولت 2 بايت، الديفولت 2 بايت. فالديفولت 2 بايت ليه؟ لان الاركتكتشر اللي احنا شغالين عليها عادة 2 بايت. ولكن المشكلة هنا في ايه؟ المشكلة هنا ان هو مش محدد سايز، تمام؟ مالناش دعوة بموضوع الديفولت. هو سألك ايه المشكلة؟ تقول له ان المشكلة ان السايز isn't defined، تمام؟ طب الحل ايه؟ الحل ان انت تعمل له increment، تيجي حاطط له بايت بوينتر، تمام؟ او وورد بوينتر او ايا يكن، يعني انت هتحط البوينتر بتاعك ايه وبي اكس بين سكوير براكتس. بعد كده السؤال رقم 12 بيقول لك sub، دي زيها زي اد اللي فوق خالص، هتقول له sub سي اكس وبي اكس. بعد كده السؤال رقم 13 بيقول لك اف الدي ال بيساوي 0 اف 3 اتش. طيب ده دي ال، طب هو الدي ال كام بايت؟ المفروض ان الدي ال ده 1 بايت. 1 بايت يعني كام رقم بالهكسا ديسيمال؟ يعني رقمين بالهكسا ديسيمال. طب ليه هو حاطط 3 ارقام بالهكسا ديسيمال؟ حاطط 3 ارقام بالهكسا ديسيمال، حاطط في الاول 0 علشان يفهمك، عشان يفهم الكومبايلر او البروسيسور يعني ان الرقم اللي جاي لك ده رقم، اللي انا هكتبه دلوقتي رقم، تمام؟ فحط قبل الاف 0، قبل الليتر يعني 0، او كان يحط هاش، يعني كان يحط شباك، فهو حط 0 علشان يعرفه بس ان اللي جاي لك ده رقم، كانه حط شباك بالظبط. بيقول لك بقى ان الدي ال محتواه كذا والبي اتش محتواه كذا، list the difference في الفلاجز بعد ما تطرح البي اتش من الدي ال. طيب جميل، يبقى انت دلوقتي هتعمل زي ما عملنا في المسألة فوق على على البورد. تعالوا نجيب البورد تاني. دلوقتي هو بيقول لك الاف 3 ناقص 7 2، وقف انت بقى وحلها مع نفسك. طيب هنفترض ان انت وقفت الفيديو وحلتها 8 1 الكلام ده بالباينري 1000001. طب جميل جدا، اسالني ليه انت جبته بالباينري يا محمود؟ اقول لك انا جبته بالباينري عشان اعرف الساين بتاعه الرقم. اذا الاس هتبقى بواحد. طب والكاري؟ مفيش كاري، كاري بزيرو. طب والاوفر فلو؟ مفيش اوفر فلو، بزيرو. طب الزيرو الناتج بزيرو؟ لا، ب 81 بالهكس، يبقى الزيرو بزيرو، زيرو فلاج ما ترفعش. طب الاوكسيلري كاري؟ تيجي تقسم الرقم نصين هتجمع 3 و2، 3 و2 3 ناقص 2 قصدي، 3 ناقص 2 بكام؟ بواحد. يبقى الاوكسيلري كاري ما فيهوش بورو، يبقى الاوكسيلري كاري بزيرو. بس كده نرجع تاني للمسائل بتاعت البروبلمز. بعد كده بقى نيجي لشويه المسائل بتوع الاركتكتشر، شويه مسائل على الاركتكتشر 18 و 19 و 20 والكلام ده احنا عملناه بالتفصيل، واحنا بنقول الفرق بقى بين ان انت تضرب رقمين، ان انت تضرب رقمين في بعض. لو انت بقى شغال 16 بت اركتكتشر، ولو انت شغال 32 بت اركتكتشر وهكذا، الكلام ده احنا حلناه بالتفصيل من شويه. تعالوا نشوف. طبعا نلاحظ هنا هو بيجي في السؤال يقول لك ايه؟ يقول لك الكوشنت بكام؟ يقول لك او يقول لك الكوشنت هيتخزن في الريجستر ايه؟ تمام؟ يعني مثلا تعال نحل السؤال 26 ده، تمام؟ 26 ده احنا مفروض ان هو بيقول لك ديف بي اكس، تمام؟ على اساس يعني ان البي اكس ده 16 بت اركتكتشر، يعني 16 بت ريجستر، تمام؟ هو بيقول لك يعني ان احنا هنقسم 16 بت 16 بت ريجستر، يعني هنقسم على 16 بت ريجستر وليكن بي اكس، ماشي؟
فاعتبرنا مثلا بقول لك ديف بي اكس او ديف سي اكس، تمام؟ عندك حاجه من اتنين، تعال نحلها على البورد. هو بيسالك دلوقتي الكوشنت متخزن فين، فتعال نقول ان السؤال بتاعنا ديف سي اكس مثلا. عندنا حل من اتنين، اما اننا نبقى شغالين 32 بت اركتكتشر، وده هيبقى الحل السهل، ان احنا هنقول له هنقسم ال اي اي اكس على السي اكس لانه ضعف الحجم، ونحط الناتج في مين؟ في الاي اي اكس. اللور بتاعه اللي هو الاي اكس يعني هيبقى محطوط فيه الكوشنت، والهاير هيبقى محطوط فيه مين؟ الريميندر. طب ولو هو 16 بيت اركتكتشر، يبقى انت هتستخدم تو ريجسترز، تقول له السي اكس هتقسم مين عليها بقى؟ الاي اكس والدي اكس، وهتحط الناتج في الاي اكس والدي اكس. الاي اكس هيبقى فيه الكوشنت، والدي اكس هيبقى فيه الريميندر. فاذا الكوشنت، هو بيسالك بقى على الكوشنت بعد الانستراكشن بتاعه ال 16 بت ريجستر، اللي هو احنا خدناه كمثال سي اكس مثلا. الكوشنت متخزن فين؟ هتلاقي ان الكوشنت متخزن في الاي اكس سواء كده او كده. يبقى انت اجابه السؤال ده هتقول له ان هو الاي اكس ريجستر، وهكذا بقى مع بقيه الاسئله. حتى الاسئله بتاعه الاند والاور احنا حلينا امثله كتير عليها، يعني مش مستاهل اصلا نحل حاجه في الشيء. يعني مثلا لو جينا مثال رقم 40 مثلا، اللي هو بيقول لك كلير، هو بيقول لك كلير، كلير دي معناها ايه؟ معناها اند على طول، هتستخدم اند، تمام؟ وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان انت عايزك تعمل كلير للثلاثه بت اللي هم الموست سيجنيفيكانت بت، اللي هو الليفت موست. ليفت موست يعني اللي هو الثلاثه اللي على الشمال يعني. فبالتالي انت هتعمل اند مع رقم الثلاث اصفار، الثلاث ارقام اللي على الشمال فيه بثلاث اصفار والباقي بحايد، فالرقم كله ينزل زي ما هو ما عدا الثلاث ارقام دول هينزلوا بصفار. يبقى انت كده عملت لهم ايه؟ عملت لهم كلير. وهكذا بقى مع الست. طبعا في الست السؤال رقم 42 ده، الست هتبقى ايه؟ هتبقى بتستخدم ايه؟ هتبقى بتستخدم اور. تقريبا كده احنا خلصنا جميع الافكار اللي احنا عايزينها في الشيت. كان في سؤال اللي هو كان انا اصلا جاي احل الشيت عشانه، سبحان الله. سؤال 32، تمام، 32. السؤال ده اللي احنا قلنا ان احنا هنشرح الشيفت علشان الشيفت حل من ضمن الحلول بتاعه السؤال ده. السؤال ده بيتحل بثلاث حلول. السؤال رقم 32 ده بيتحل بثلاث حلول. تعال نشوف بس السؤال هو ايه الاول. بيقول لك عايزك تكتب لي سيكونس، تمام؟ السيكونس ده بياخد الرقم اللي في البي ال يقسمه على الرقم اللي في السي ال، يعني بي ال على سي ال من الاخر، وبعد كده يضربه في 2، تمام؟ يضرب الناتج ملتبلايز ريزلت باي 2، بعد كده يخزن الكلام ده في مين؟ في الدي اكس ريجستر، تمام؟ تعالوا نروح للبورد ونشوف السؤال ده هنحله ازاي. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ كويشن 32 عايز يعمل ايه؟ عايز يمسك البي ال يقسمه على السي ال، بعد كده يضرب في 2، بعد كده يخزن الناتج في الدي اكس. الكلام ده نعمله ازاي؟ تعال نشوف. اول حاجه علشان نعمل اسم يا جماعه، احنا بيبقى الديفولت بتاعنا ايه؟ بيبقى الديفولت بتاعنا الاي اكس. يبقى انا دلوقتي لو جيت قلت له ديف سي ال، هنشوف بقى لون تاني غير اللون الاحمر ده. لو انا جيت قلت له ديف سي ال، ده معنى ايه؟ ده معنى ان هو قسم على السي ال. طب قسم مين؟ قسم الاي ريجستر ضعف السي ال اللي حجمه ضعف السي ال. طب الاي ريجستر اللي حجمه ضعف السي ال اللي هو مين؟ اللي هو الاي اكس، وحط ناتج في مين؟ حط ناتج في الاي اكس، تمام؟ تمام. يبقى انا كده لو انا كتبت السطر ده معناه ان انا قسمت
ال AL على ال AX على ال CL. طيب هو في المسألة عايز يقسم ال BL على ال CX، يبقى أنا لازم أحط ال BL ده في مين؟ أحطه في ال AX. طيب هحط ال BL في ال AX إزاي؟ هل ينفع أقول له move AX و BL؟ لا طبعا، ده أكبر غلط. ليه؟ لأن ده كده ميكس سايز، ده كده حجمه 8 بت، ده كده حجمه 16 بت. ازاي تقول لي حط 8 بت في 16 بت؟ الا لو افتكرت الامر اللي احنا خدناه في شابتر 4 وكان هو الامر الوحيد اللي بيبقى فيه عملية الميكس سايز دي مقبولة، اللي هو موف زد اكستند، موف زيرو اكستند، اللي هو كان يجي ياخد البي ال. لو كده ده كده الاي اكس ريجستر، ياخد البي ال يحطه في الجزء الاول ويكمل الباقي بصفار. طيب هل ممكن نعوض الكلام ده بحاجه؟ ممكن نعمل امرين ورا بعض، نقول له مثلا موف اي ال و بي ال، بعد كده موف اي اتش و زيرو. يبقى هو كده نقل البي ال للاي ال ونقل زيرو للاي اتش، لكن الامر ده طبعا احنا خدناه في شابتر 4 وهو بيموف ويز زيرو اكستند، يعني هيكمل هو الباقي بصفار، يبقى كأنه عمل اللي احنا عملناه بالامرين دول بالظبط. بعد كده هنقسم على السي ال، يبقى احنا كده عملنا ايه لحد دلوقتي بالامرين اللي احنا كتبناهم دول؟ ده وده، عملنا اللي بين القوسين، قسمنا البي ال على السي ال. بعد كده عايزين نضرب في 2. طيب نضرب في 2 ديت يعني ايه؟ نضرب في 2 يعني ممكن نعملها بالطريقه دي، ان احنا نقول له مال هو عايز يخزن الناتج في الدي اكس و اي اكس و 2، يبقى هو كده اكنه قال الدي اكس بتساوي الاي اكس في 2. ولكن في هنا مشكله. ايه هي المشكله؟ ان خارج عملية الديفيجن ديت خلت الاي اكس فيه حاجتين، الاي لو ده فيه الكوشنت والاي هاي ده فيه الريميندر. المشكلة عندنا هنا بقى في ايه؟ المشكلة عندنا ان الريميندر ممكن ما يبقاش بزيرو. طب إز إيه؟ طب ده هيفيدني في ايه؟ او ده هيعمل مشكلة في ايه؟ ده هيعمل مشكلة ان انا هاجي اضرب الاي اكس كله في 2، فهيتضرب بالكوشنت مع الريميندر في 2. اذا انا لازم اصفر الريميندر الاول، يبقى لازم اجي هنا اقول له موف اي اتش و 0. يبقى انا كده صفرت الريميندر اللي هو باقي القسم عشان اخد الكوشنت بس هو اللي اضربه في 2، ناتج القسم بس هو اللي اضربه في 2. تمام. The time is 11 a.m. حطيت البي ال في الاي اكس وطبعا صفرت الباقي الاكستند بزيرو، وبعد كده قسمت الكلام ده على السي ال، بعد كده ضربت الكلام ده في 2 وخزنته في الدي اكس. ده كده اول حل. دي كده خلينا نقول عليها اول طريقه. تعال نشوف طريقه كمان. طريقه تانية ممكن نعمل ايه تاني؟ في عملية الضرب في 2 احنا كنا ممكن نعمل كده، يعني هنكتب اول خطوتين زي ما هم، اللي هم موف زد دي اكس، موف زد دي اكس اي اكس و بي ال، وتاني خطوة ديف سي ال. خطوتين التانيين بقى بتوع ان احنا نصفر الاي اتش وبعد كده نضربه في 2، نضرب الاي اكس في 2 ونحطه في الدي اكس، كان ممكن نعملها بس بطريقة تانية، اللي هي ايه؟ اللي هي ان احنا نقول له موف دي ال و 2، حط لي 2 في الدي ال، بعد كده هنقول له مال الدي ال. ده كده معناه ان هو خد الدي ال ده ضربه في الاي ال وحط الناتج في الاي اكس، يبقى انا كده مش محتاج اصفر الهاي، مش محتاج اصفر الاي اتش، لان العملية ديت هي لوحدها هتغير لي الاي اتش. يبقى انا كده
ضربت الدي ال في الاي اتش او ضربت 2 يعني في الاي في الاي اكس اللي هي او في الكوشنت يعني اللي هو متخزن في الاي ال، ضربت 2 في الكوشنت وخزنته في الاي اكس، التخزين ده هيصفر لي هيغير لي الهاي، يبقى انا كده مش محتاج اصفر الاي اتش خالص. بعد كده هو بيقول لك خزن لي الناتج، يبقى انا لازم اجي اقول له هنا في الاخر موف دي اكس واي ال. ليه؟ لان الناتج عمليه المالتيبليكيشن ديت هيخزن لي الناتج في الاي اكس، فانا هو بيقول لي في المساله انا عايزك تخزن لي الريزلت الكليه في الدي اكس، يبقى انا لازم اعمل موف للاي اكس في الدي اكس. يبقى احنا غيرنا الامرين اللي تحت دول بالثلاث اوامر دول. طيب عايزين حل كمان، ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل اول امرين زي ما هم عادي خالص، اللي هو موف زد اكس اي اكس و بي ال، ده كده الحل رقم 3. بعد كده هنقول له اقسم على السي ال، يبقى هو كده قسم الاي اكس على السي ال وخزن الناتج في الاي اكس. بعد كده بقى انا عايز اضرب في 2، يعني ايه اضرب في 2؟ يعني استخدم الشيفت. مش احنا قلنا ان احنا لو عملنا شيفت ليفت بمقدار 1 يبقى كاننا بنضرب في 2؟ خلاص نستخدم شيفت ليفت، هنقول له شيفت ليفت الاي اكس و 1، يبقى الناتج اللي طلع لي هشفت الاي اكس و 1. بعد كده نصفر الاي اتش، ما ننساش نصفر الاي اتش. ليه؟ لان الاي اتش دي فيها الريميندر. ممكن تعمل الامر ده قبل الامر ده والامر ده قبل الامر ده، كده كده مش فارقه. خلينا نصفر الاول موف الاي اتش وزيرو، بعد كده نضرب في 2 ان احنا نشفت بواحد، بعد كده هنموف الدي اكس والاي اكس. يبقى كده احنا عملنا طريقة تانية باستخدام الشيفت ليفت بمقدار 1، دي كده تالت طريقة. فاذا اي بروجرام يجيلك بيبقى ليه حل واثنين وثلاثة وهكذا، زي ما احنا شفنا مثلا في المسألة دي كده، مسألة ليها ثلاث حلول، ممكن حد يتكلم يعني يتكلم بصيغة تانية يجيب لها حل تاني وهكذا. المهم ان انت تمشي على الالجوريزم بتاعك او السيكونس بتاع الستيبس يعني او الانستراكشنز، وتلاقيها بتحقق اللي انت عايزه في البرنامج بتاعك. احنا كده خلصنا الحمد لله شابتر 5. حتى الان الدكتور واقف في شابتر 5 ده عند النيجاتيف نيج، فلسه ما اعرفش بصراحة الدكتور هيشرح الشيفت والروتيت ولا لا، بس لسه هنشوف يعني اللي هيحصل. ولو الدكتور شرح المرة الجاية حاجة زيادة ان شاء الله هنبقى نتكلم عليها في اول شابتر 6، ولكن ما اظنش يعني، هو غالبا هيقف عند الجزئية ديت. فعلى العموم محاضرة النهاردة كانت محاضرة طويلة طويلة جدا يعني، شرحنا فيها شابتر كبير. شابتر 5 ده شابتر رخم بصراحة يعني في الحجم يعني مش في العلم طبعا. شابتر لذيذ خالص اهو زي ما احنا شايفين، اهم حاجه نبقى فاهمين بس الكونسبت نفسه اللي احنا بنتكلم فيه وعارفين احنا بنمشي ازاي في خطوات الحل وكده، نبقى فاهمين يعني ايه اند، يعني ايه اور، امتى اعمل كلير، امتى اعمل سيت، امتى مش عارف ايه. الكلام ده كله كلام مهم خصوصا لاي حد ناوي يتخصص امبيدد سيستمز سوفت وير، امبيدد سيستم يعني امبيدد سوفت وير. ف احنا كده الحمد لله خلصنا شابتر 5، ربنا معاكم بقى في البروبلمز. لو في حاجة احنا ما حلناهاش يعني او كده كملوها وبس كده. علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما.